السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان. حلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة، تحية وحب وتقدير لحضراتكم. واسمحوا لنا في البداية طبعا ننوه عن صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي، من خلالها بنعرض كل وصفاتنا اللي بنعملها على مدار الأسبوع. كل وصفة بتنزل بفيديو مستقل، كمان سكرين شوت من المقادير وشكل الطبق النهائي. لكن كمان أصدقائنا اللي قالوا لنا إن إحنا ساعات ما بنلحقش نشوف موعد الحلقة، بيبقى الحلقة بتترفع لايف، هتقدروا تشوفوها من خلال الموبايل في اي وقت انتوا في اي مكان موجودين فيه. ان شاء الله رب تستمتعوا بيها. لو ليكوا اي اسئله او استفسارات ابعتوا لي فورا على الصفحه الشخصيه شيف عظيم حمدي بالعربي، يتم الرد على حضراتكم. شكرا جزيلا لكل من دعمني سواء من خلال صفحه مطبخ عظيمه على قناه المحور او من خلال الصفحه الشخصيه. دايما نتمنى نكون عند حسن ظن حضراتكم. تحيه وحب وتقدير، وطبعا بنهني اخواتنا المسيحيين بعيد الغطاس النهارده. انا عارفه انه اليوم اعتقد كلكم تقريبا هتطبخوا قلقاس، فخلينا النهارده نشارك حضراتكم بوصفه جميله في المناسبه دي، ونبدا نعمل وصفات اخرى بناء على طلب حضراتكم. هنبدا نقول بسم الله، نقول اول وصفه معايا النهارده نعمل القلقاس. بس انا عشان احنا عملناه قبل كده بالخضره من حوالي كام اسبوع، النهارده هنعمله بالاحمر بالصوص طماطم، بيبقى فكره لطيفه بس ان شاء الله يعجب حضراتكم برضو، اللي ما جربوش يجربوا. هنبدا اول وصفه معانا، هنقول القلقاس بالصلصه والكفته. عندي قلقاس، طبعا القلقاس على قد افراد الاسره وعلى حسب ما حضراتكم عاوزين. لحمه مفرومه، بصل مفروم، ثوم مفروم، فلفل رومي اخضر مفروم، عصير طماطم وصلصه ورشه من القرفه ورشه جنزبيل وملح وفلفل، زيت ومرق. وعندي للطشة توم مفروم، كزبرة خضراء، كزبرة جافة، ومعلقة سمنة. وأنا الحقيقة هضيف النهاردة معهم السلق، لكن السلق مش هاخد المية بتاعته واحتفظ بيها في الفريزر لأي وقت قلقاس أخضر، لكن هاخد السلق نفسه المفروم، هضيف منه معلقة أو اتنين مع الطشة بتاعة القلقاس الأحمر. هنبدأ أول حاجة نقول بسم الله ونعمل الكفتة أو نجمع اللحمة بتاعتنا. وهاخد كده طاسة صغنونة، ممكن دي نبدا اشوح فيها بس اللحمه هنا، اخليها تاخد فريم كده من بره، وانا مش عايزه لا احط لها دقيق ولا اتخنها ولا اي حاجه، انا عايزاها بس يدوب تاخد لون عشان تعمل غلاف يعني يشمعها، واحطها مع القلقاس اللي هسويه. فانا هبدا كده اول حاجه اخد بوله صغنونه ونبدا نجمع مكونات الايه، بسم الله، اللحمه. اول حاجه هاخد كده اللحمه، ايا كان بقى عايزين تعملوها بقطع لحمه مسلوقه اوكي مفيش مشكله، لو ده المتوفر عند حضراتكم لحمه مسلوقه مفيش مشكله. هحط عليها فصين كده من الثوم، نطعم بيها الكفته، شويه من البصل، يا ريت يكون ناعم عن كده يعني مفروم حلو، شويه من فلفل الاخضر، رشه بقى من التوابل بسيطه جدا تدعم بس اللحمه بتاعتنا، طبعا رشه كزبره جافه، وطبعا لو في بهارات هحط رشه الملح والفلفل كمان كده. ونبدا نعمل الايه، الكفته كده على خفيف. انا بطعم بس اللحمه بشكل لطيف تبقى هي كمان ليها طعم جوه، لو انا عندي ما عنديش لحمه قطع مثلا، ويبقى حاجه مختلفه. طبعا القلقاس معروف طبعا انه القلقاس الاخضر احنا اتعودنا عليه وتربينا عليه كلنا، بس كمان الاحمر له طعم حلو خصوصا لو عملتوه في توليفه من التوابل، وجربتوه هيعجبكم جدا. خلينا بقى نبدا كده نشكل كور اللحمه، وناخد اول تليفون معانا ام جوزيف. يا اهلا وسهلا. ايوه صباح الفل عليك يا ام جوزيف. ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه يا ام؟ الحمد لله يا روحي، كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيبه وبخير يا رب، ربنا يفرح قلبك بيهم يا رب، ان شاء الله يشوف عظيم. امين في حياتكم حبيبتي، تسلمي لي، تسلم ذوقك. بشكرك طبعا، كانت حلقات جميله اللي انت عملتيها دي يا رب، وعملت كفته الرز خلي بالك طلعت تحفه وروعه. يا رب يخليك يا رب يخليك. بس انا بس بصي يا شوف انا عملتها، اذا انت حطيتها في المرقه طبعا نيه. انا عملتها نيه كده حطيتها بقى في الصلصه، حطيتيها صح، خلي بالك. والله ما شاء الله ما شاء الله، تسلم ايدك وعينك حبيبه قلبي، تسلم ايديك، وانتوا لمساتكم دايما فيها اضافه جميله والله بجد. ربنا يديك الصحه ويخليكي فينا وتعبناكي معانا، والاسبوع ده كله وحشتينا كتير يا حبيبتي. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا والله.
حبيبتي. تسلمي يا ام جوزيه، اتفضلي حبيبتي، شرفتيني ونورتيني حبيبتي، شكرا ليك ولذوقكم والله. تعالوا بقى كده ايه نكمل كام كفتايه كده لطيفه. هبدا بقى القلقاس. طبعا لو انا مخزناه او انا عاملاه، احنا اتفقنا المره اللي فاتت اما عملنا القلقاس الاخضر اتفقنا طريقه تخزينه عامله ازاي، وقطعناه مع بعض وهو فريش، وقلنا لازم القلقاسات اللي بننقيها ناخد الابيض مع بعض لان ده تسويه، والبينك مع بعض لان ده تسويه، وبعدين هنبدا هشوح بس كده معاكم اللحمه هنا اول كام خطوه كده مع بعض، معلقه واحده نقطه كده من الزيت نقطه، وهنبدا ناخد كده ايه اللحمه معانا نشمعها بس عشان نبدا نضيفها مع القلقاس بس لما نعمله التسويه بتاعته. وخلينا نكمل بقيه الايه كفتات بتاعتنا دول، نخلص الكميه بتاعتنا دي وبعدين هنبدا نشتغل في الصوص نفسه بتاع القلقاس اللي هسوي فيه القلقاس نفسه اللي بالطماطم. تمام. طيب انا عقبال ما اشكل شويه من الكفته وابدا بقى بسخن الحله اللي هبدا اشتغل فيها في القلقاس، هستسمح حضراتكم في فاصل صغير وهنرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي بصوا شمعتها كده تشميعه حلوه، وايه ونبدا بقى نحطها فين في الطبق كده في جنب. هعمل الطشه في نفس الطاسه فمش هرمي لا باقي الزيت اللي انا استخدمته ولا بواقي طعم اللحمه البهاريز او الحاجات الحلوه اللي نزلت من اللحمه، هعمل مكانها الطشه، فانا ايه هحتفظ بيهم. اوكي خلينا بقى نرفع الايه الحبه بتاعه الكام كفتايه دول هنا في طبق، ونبدا نشغل الحله انا بسخنها، نبدا نعمل صوص عادي وجميل نعمل بيه الكفته. وتعالوا ناخد معانا ام اسلام. يا صباح الفل. يا صباح الورد والهنا. يا حياتي صباح الهنا مني انا. والله ما اقدر اقول لك قد ايه وحشتك. يا رب سعيدك. والله جمهورك كله وحش الناس كلها والله عظيمه. يا روح قلبي ربنا يخليكوا ليا والله ما تحرمش منكم ابدا. ربنا ما يغيبكوش عننا تاني ابدا يا رب ان شاء الله. امين. وربنا يا رب. امين يا رب العالمين امين. حبيبه قلبي. حبيبتي والله وحشتني جدا مش قادره اقول لك قد ايه. حبيبتي انت اكتر والله، تسلمي لي ويسلم ذوقك. ربنا يسعدك ربنا يسعدك يا حبيبتي زي ما تسعدينا كده بوصفاتك الجميله. حبيبتي وعايزه اقول لاخواتنا لاقباطي النهارده كل سنه وانت طيبين. يا حبيبتي تسلمي. ربنا يخليك يا حبيبتي. قول لاختي وحبيبتي ام جوزيف كل سنه وانت طيبه، ومدام سميره ومدام ثريا مدام روحيه. ايوه مدام روحيه كلهم بجد مش عايزه انسى حد، كل اخواتنا ربنا يبارك لهم يا رب وكل سنه وهم طيبين. يا حبيبتي حضرتك بالصحه والسلامه. ربنا يخليكي. واقول لكل كرو البرنامج وحشتونا جدا، شيرين والاستاذ احمد وروان وكل اللي ورا الكاميرات ربنا يديكم الصحه والعافيه. حبيبتي والدكتور حسن ربنا يا رب يديله الصحه والعافيه. امين يا رب العالمين. امين يا رب يا حبيبتي يا رب. تسلميلي تسلميلي. امين يا رب. وعايزه اقول لك بس مشروبات برضو المناعه، طبعا انا عارفه ان انت بتشتغلي على نفسك كتير و بتجيبي لنا يعني بتذاكري وبتجيبي حاجات كتير جدا يا عظيمه. دي حقيقه. وشفت قنوات كتير واخده ال في مشروبات واخداها منك. يا حبيبتي ليا الشرف والله والله ليا الشرف. انت بتبقي حصري فعلا يعني الحاجات اللي بتبقي بتديها لنا ومعلوماتك الجميله بناخدها منك فعلا الاول. في كتير قوي بياخدوها منك، انا شفت بعض القنوات. انا شفت بس منهم واحده حبيبتي فما قدرتش بقى انت عارفه. يعني فطومه دي سكر فانا دي تعمل اللي هي عايزاه يعني. لا دي حبيبتنا كلنا. جميله يعني مدام فاطمه يعني هي على راسنا من فوق. حبيبتي والله ربنا يكرمها والله يسعدكم يا رب ويبارك لهم جميعا ويرزقهم ويعني هم ناس محترمه.
اه طبعا انا سمعت ان انت محضره لنا برضو مشروب للمناعه كده حلو. ايوه هو مش مشروب برضو يعني علشان ايه، بس انا يعني مش هحرقه، بس انت بقى اللي تقوليه ان شاء الله يا يعني. حبيب. انا مستنيه منك، انا مستنيه منك. عينيا ليكي يا ام اسلام، تأمور يا حبيبه قلبي والله. يا حبيبتي تسلمي لي، بشكرك على مداخلتك يا حبيبتي، كتر الف خيرك، تسلمي لي في حفظ الله، مع الف سلامه. مع السلامة، شكرا ليكم طبعا، وده شيء يسعدني. وانا لما بلاقي حاجة كده على فكرة بحس ان الواحد دايما يشوف الاخرين، فيشوف هو فين من الناس اللي حواليه، ويشوف هو واصل لفين. وانا عادة لما بوصل لمعلومة بغض النظر عن اللي انا درسته او اللي انا بدرسه، دايما بحب اتأكد قوي، فبرفع السماعة واكلم دكاترة واكلم الناس، عشان لما اقول لحضراتكم حاجة تبقى حاجة مضمونة 100% وتفاعلها في الواقع هو حقيقة، لان ممكن تبقى في حاجة جدت في الابحاث الجديده او هي وصلتهم واحنا لسه ما عرفناهاش، فبتتقال لنا، فليه لا لما نسال. والمهم ان النتيجه في الاخر تبقى مرضيه لحضراتكم، تبقى احنا سبب افاده يعني، بس مش اكتر. انا دلوقتي عملت ايه بقى؟ حطيت الثوم، شوحت البصل ورشه ملح وفلفل، وبعدين نزلت القلقاس. اتفقنا القلقاس مش بنسلقه، مش يعني بنغسله، احنا بنقطعه كويس قوي، وفي الاول بننظفه فوطه نظيفه جدا، ويتقطع على حاجه جافه نظيفه ما فيهاش الهفوه، ويتقطع ويتشال عشان ما دعمش وحفز الماده اللزجه اللي جوه القلقاس. لان في ناس بتتضايق قوي لما تيجي بعد ما تطبخه تلاقيه مسك وعمل زي الكوارع كده، احنا مش عاوزين ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حطيت هنا القلقاس شوحته شويه معاهم، حطيت عصير الطماطم المضروبه في الخلاط ومتصفيه من القش، وده مهم جدا. الناس اللي بتستخدم طماطم كتير ارجوكوا قننوا الموضوع بانكم تشيلوا القش بتاع الطماطم ده وتتخلصوا منه، بيتعب الهضم جدا. هتبدأ تغلي، هحط معاه واحدة معلقة واحدة بس من الصلصة للون، واحدة بس، ولو الطماطم مدياني الطعم ده خلاص أنا مش هحتاج. وبعدين حطيت شوية من الكزبرة الخضراء سبتها معاه، هبدأ بقى تغلي شوية، هزود شوية مرق، يعني لما هتغلي هزود شوية مرق، مش هحط الكفتة دلوقتي قبل ما أجي أضيف المرقة. أما أجي أضيف المرقة هحط الكفتة وأسيبه ياخد ويدي مع بعض، مش هياخد وقت في السوا كتير. وبعد كده هبدا اعمله الطشه اللي احنا متعودين عليها، اكون خلط السلق. تعالوا بقى معانا دلوقتي فراوله حبيبتنا، يا صباح الورد. يا صباح الجمال، يا صباح العسل. يا حبيبتي يا فراوله، وحشتيني قوي قوي يا روح قلبي. تسلمي يا رب، وتسلموا كلكم. ايه ده، انا بدور عليكي في كل حته. انا اهو، انا هنا، انا هنا اهو. دايما تكوني هنا على طول يا رب. يا رب يخليك يا حبيبتي، نورة الدنيا والله. تسلمي يا روحي، تسلمي لي. وحشاني يا زوزو والله، انتوا اكتر يا حبايبي، ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليك. خايبه علينا ليه كل ده يا زوزو؟ لا والله، هي بس يعني احنا بنجهز كده شويه حاجات جميله ليكم، وبعدين احنا ما بنتاخرش ابدا ان احنا نبقى معاكم ابدا يا فراولتي. ربنا يعينك ويقويكي. تسلمي يا روح قلبي، ويحرسك ويحميكي. امين يا رب، احنا وانت يا حبيبتي. يا عظيمه يا رب. تسلمي لي يا عمري، ربنا يبارك فيكي. تسلم ايديكي. تسلمي، وتحيه لكل اهل اسكندريه، عشان انت بتكلمينا من اسكندريه يا فراول. اهلا بيكي يا روح قلبي حبيبتي. الله يسعدك يا رب. انا النهارده في سعاده وفي نور والله. يا رب يخليكي ليا، تسلموا لي حبايب قلبي والله. تسلم ايدك يا زوزو. تسلموا يا حبيبه عمري، ما تأمريش باي حاجه يا فراوله. الامر لله وحده، انا كده قدامي على طول. امين يا حبيبتي، تسلمي لي، وتحيه ليك ولاهل اسكندريه حبايبنا جدا، عروس البحر المتوسط. تعالوا بقى نخلط الايه القمر ده. انا مش هاخد الميه اللي هي للاخضر او يعني من السلق، لا هحتفظ بيها في كيس في الفريزر، لما اجي اعمل قلقاس اخضر هستخدمها، مش هجرى لها حاجه، وهصفي. انا عايزه بس السلق اضيفه من ضمن الخضره مع الكزبره الايه اللي هي جافه، ومع الكزبره الخضره، عايزه اخد الطفل فقط لا غير، بس. وهشيل الميه دي واحتفظ بيها، مش هيجرى لها حاجه. وعايز اقول لكم لو عرفتوا تشربوها اشربوها، حطوا معاها جرجير وكرفس واعملوا مشروب الخضروات. عايز اقول لكم قد ايه مفيد وجميل، يعني هتستمتعوا بيها. السلق من الحاجات المهمله قوي، اتمنى ان حضراتكم تدخلوه. لو بنعمل وصفات فيها حشو خضار استخدموه كتير، استخدموه زي ما بنستخدم السبانخ كده. بصوا بعصرها كده في ايدي، قبضه ايدي، بخليها اهي
شايفين صافيه من الميه خالص. هاخد الطفل ده او خلاصه السلق ده هحطها مع الكزبره لما اجي اعمل الطشه بتاعه القلقاس، هحطها هنا في جنب ونشيل ده بقى. ولو عندي شويه من عصره الليمون هضيفها دلوقتي مع القلقاس هنا، ما تستغربوش، بس عصره الليمون دي بتفرق جدا، بتدي طعم حلو قوي. فانا هاخد كده جزء صغنن وهاخد العصره دي هنا اهي كده اهي. هنسيبه بقى ايه كده يغلي غلوه، وبعد ما يغلي الغلوه دي هضيف المرق اللي احنا مجهزينه. ولو عندي مرق لحمه انا سلقاها، بما اني هستخدم، لو كنت حابه استخدم لحمه قطع او موزه مثلا مفيش مشكله. ودلوقتي بقى هستسمح حضراتكم، هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل هكون اضيف المرق مع حضراتكم ونضيف الكفته بتاعتنا ونشوف الوصفه الثانيه اللي حضراتكم طلبتوها. بعد الفاصل مستنياكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل، وكنا بنتناقش في الفاصل على مين بيحب القلقاس ومين بيحبه بالخضره ومين بيحبه احمر، فيعني بيحبوا يشربوا الخضره. لسه مصورين بيحكوا معانا، فقلت لهم احنا لسه كنا عاملين قريب بالخضره، فاحنا مش هينفع نعمله لحضراتكم مره ثانيه، احنا عملناه بقى بشكل مختلف عشان في ناس فعلا ما بتحبوش اخضر، فاحنا قلنا برضو نفيد اصدقائنا. بصوا بقى انا حطيت شويه من المرق، شويه من المرق، احط شويه كمان، خليه بقى ياخد التسويه الحلوه وابدا اجهز الطشه. انا اخدت هنا البهاريز اللي باقيه من اللحمه، صفيتها بس عشان ما يبقاش فيها بواقي اللحمه فما تتحرقش، عشان ما تاثرش على الطعم. وهاخد كده معلقه زيت واحده صغنونه. هنا بقى تقدروا تستخدموا الزبده البلدي اللي احنا قلنا بقى ايه، ولا اخلط زبده بزبده صفراء، يعني زبده بلدي، ولا اجيب قشطه اخلطها بزبده، ولا يبقى عندي حاجة سمنة عادية أجيبها واخلطها بالقشطة البلدي. ليه؟ أنا هنا بقى نسيح القشطة البلدي وش اللبن، نجمعها وتحط في الفريزر وتسيح على مهلنا وتبقى عندنا حاجة بلدي حلوة. أو لو عايزة أحط القشطة البلدي مع كورة زبدة بلدي هتبقى أحلى. المهم إن حضراتكم ما تبوظوش الحاجة الخام الحلوة، وده موسم الزبدة البلدي، إحنا في طوبة دلوقتي وده الموسم بتاعها، عشان احنا قلنا ان البقر والابقار واللي بتاكل دلوقتي البرسيم، فبيبقى اضرار اللبن والدسامه اللي في الحليب كويسه، عشان كده بتطلع بحمر بقى دلوقتي الحاجات الخضراء مع كزبره والسلق هنا. بصوا وتعالوا بقى معانا كريستين. السلام عليكم. الو، مساء الخير. اهلا وسهلا كريستين، ازي حضرتك يا شيخة عظيمة، عاملة ايه؟ الحمد لله، اهلا بيك، اول مرة تكلمينا كريستين. انا اول مرة اكلمك، بس انا بجد والله يعني عايزة اشكرك على كل حاجة بتعمليها. الله يخليك حبيبتي، تسلمي. تسلم ايدك ان انت فاكرانا دايما كده. حبيبتي ربنا يبارك لك. مفيش حاجة بجد بجربها من حاجتك الا فعلا فعلا جميلة، وتسلم ايديكي. حبيبتي تسلمي. ربنا يخليك يا حبيبتي. تسلمي يا رب. فاكرانا كده وانا بتابعك على طول، بس فعلا اول مرة اتصل بصراحة. يا حبيبتي شرفتينا، اهلا وسهلا، اهلا بيكي. شيخة عظيمة الله يخليك يا حبيبتي. طب ليكي اي طلب يا كريستين؟ منك طلب بقى لو حضرتك اتفضلي. بس عايزه اعمل كيكه قدره قادر. عينيا ليكي، معلش اعمليها لنا بقى عشان ايه، انا عارفه ان المقادير تطلع مظبوطه، فعايزه اعملها من ايد حضرتك يا حبيبتي. يعني الاسبوع الجاي اعمل لك قدره قادر بفضل الله. حاضر، خلاص باذن الله ان شاء الله. تؤمري حبيبتي، اسلمي لي. ميرسي، متشكره جدا لذوقك يا حبيبتي، نورتينا وشرفتينا والله. ميرسي. بصوا انا بشوح بقى هنا الخضره مع الثوم. هنا بقى هضيف كده بقى في القلقاس هنا الكور الكفته. بصوا بقى ببهاريز الكفته اللي باقيه هنا، تنزل بقى كده هنا تقليبه بسيطه كده هنا، وهنبدا بقى نشوح الحبه اللي باقيين دول وهنحطهم يغلوا بقى مع بعض، وتبقى النوع من الصوص الاحمر الحلو ده اخذ من طعم خضره القلقاس مع الثوم والكزبره وحلاها. تعالوا بقى هنتكلم عن حاجه حضراتكم طلبتوها. هي طبعا القشور بتاعه الفواكه عموما، في من ضمنهم بنستخدمه كتير اللي هو قشر اليوسفي، نحطه في كيكس وحركات، وزي قشر البرتقال،
البرتقال اما بيتجفف يبقى بودره ونحطه في كيكات وحاجات ندعم الطعم زي الايسانسات، بدل ما تتباع نجيبها جاهزه وبيبقى ايسانس يعني صناعي فبنستخدمه طبيعي، او بنعمل بنعسل قشور البرتقال وتستخدم جوه الكيكس او تتاكل كده زي الفواكه المجففه. هنعمل ده مع حضراتكم، بس النهارده هنعمل اتطلبتوا مننا مخلل اليوسفي، قشر اليوسفي ما ترموهوش، هنخلل قشر اليوسفي مع بعض. قشر اليوسفي ده بيبقى بديل للارنج، اما بيبقى ما فيش موسم لارنج الناس تحب تحط في المش اللارنج، فخلينا ايه نعمل قشر اليوسفي انه كمان من الحاجات الجميله بتتضاف في المش، وفي ناس بتحب تاكله كده. انا النهارده هضيف له اضافه مش عارفه هتعجب حضراتكم ولا لا، بس خليني اول احط الطشه الحلوه دي واجيب لوش احطه هنا كده. بسم الله نضيف بقى ايه هنا، هاخد كده شويه من الصلصه مع القلقاس هنا كده كده، وهسيبه هيغلي غلوه حلوه مع الصوص ده ياخد تسويته كده اللي باقيه، وبعدين نغرفه مع بعض. انا قدمته مع رز بشعريه، احنا كتير عملنا الرز بشعريه وعملنا الرز حبه وحبه وعملنا الرز الابيض وعملنا انواع رز كتير وبريانات كتير، فالنهارده عملنا رز بشعريه نقدمه جنبه. هنبدا بقى في المخلل بتاعنا، تعالوا نقول مقادير مخلل قشر اليوسفي مع بعض. تسلم ايديكوا حبايبي، ميرسي ربنا يخليكوا، يلا بينا. تعالوا بقى هنقول مقادير قشر اليوسفي. للمخلل بتاعه هناخد كيلو من قشر اليوسفي، او طبعا حسب الرغبه على حسب برطمان اللي حضراتكم حابين تعملوا فيه. وعندنا فصوص ثوم حوالي 6 فصوص ثوم، عندنا 3 عود كرفس انا هحط له كرفس، وثلاثة معلقة كبيرة جزر مبشور، ليمونتين، 2 معلقة كبيرة من الخل، عندنا معلقتين كبار من الزيت، معلقة صغيرة من السكر، كوباية مية مغلية، ملح وشطة حسب الرغبة. بصوا كده القلقاس، بصوا الله، أنا هزود شوية مرقة صغننة كل ما يحتاج سنة أديله لحد ما يوصل للتسوية الحلوة بتاعته. عايز اقول لكم ده بقى هيديله شويه صوص جميل، هتتبسطوا وانتوا بتاكلوه، وخصوصا ان هو ايه على غير المتعارف عليه، بس الطعم يجنن. تعالوا بقى هنا نبدا ناخد كده. اول حاجه هاخد قشر اليوسفي، طبعا انا بغسله كويس جدا، لو قدرت ان انا اشيل من الحاجات البيضة الحلوه اللي فيه دي اوكي، انا عايزه اعمله كده. بصوا عايزه اقول لكم في يعني فوائد جامده جدا، غير ان هو اساسا مضاد للاكسده، بيقوي جهاز المناعه جدا. عايزه اقول لكم ان في من ضمن العناصر الغذائيه الحاجات اللي بتساعد على حرق الدهون اللي عايز يفقد وزنه يعني. حلو جدا بقى كمان عايزه اقول لكم الايه بقى، لماسكات البشره لما بيخلط بزيت الزيتون لازم نجففه ونطحنه ونحطه بقى على زيت زيتون ويبقى زي العجينه ونعمله ماسك على البشره. يا نهار ابيض، بيدي لمعه للبشره بقى ونعومه تجنن. يعني عايزه اقول لكم يعني اي اضافات مش هتاخر. بصوا بقى شويه من الجزر، شويه من الجزر، هاخد شويه من شرايح الثوم، خليكم انتوا معايا بس اهو شرايح الثوم، وبعدين شويه من الكرفس. خلاص، وبعدين انا هاخد كده في النص، معلش بحب احط شريحه كده او شريحتين من الليمون هنا تدي الطعم ونستفيد منها، وغير اللي انا هعصر فيه ليمونتين كمان. اوكي كلام اهو كده كده. وتعالوا بقى نكمل، هناخد باقي القش وهنعمل كده. من الحاجات اللي طلبت مني كانت بالنسبه لي، انا بالنسبه لي بحبه في المش، بس انا معرفش في ناس تحب تاكله كمخلل يعني بيتبسطوا منه جدا ومبسوطين منه. هنعمل ده قشور مخلل قشره اليوسفي او اليوستفندي يعني، او اسمه ايه افندي كمان، له مسميات كتيره يعني على حسب طبعا الدول. وهناخد شويه كده من الجزر برضو هنا وشرايح الثوم والكرفس
اوكي وهقفل هنا كده اهو زي ما حضراتكم شايفينه كده. وتعالوا بقى ناخد من الميه اللي باقيه من نقع قشر اليوسفي، هاخد منها كده مثلا ايه، اديني العصير الليمون هنا، عصير الليمونتين حبه كده، هاخد منها شويه في بوله كده اهو، خلاص هحط هنا منها، وهي دي اللي هحط عليها الخل والملح. وتعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. هناخد كده معلقه صغنونه من السكر، واحده صغنونه خالص كماده حفظ، هحط نقطه من الشطه وده اختياري، لو مش عايزين ما تضيفوهاش. وهاخد انا حطيت عصير الليمون، بس انا هحط برضو عصير ليمونه ثانيه، وهنحط الملح دلوقتي والخل. بسم الله كده، وادي الخل، وهنبدا بقى ندوب دول كده مع بعض في الميه دي بتاعه نقع اليوسفي، وهنسقي بيها الايه المخلل بتاعنا. تعالوا بقى ناخد لوش، ومعانا مدام ناديه. يا اهلا وسهلا، الخير والسعادة عليك يا روح. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيكي يا مدام نادي. الحمد لله تمام. الحمد لله يا حبيبتي، منورانا دايما الله يخليكي. معلش انا كنت عندي ظروف كده مش مبسوطه شويه. لا يا روحي لله. ربنا يسعد ايامك كلها. الحمد لله. ربنا يديكم الصحه اهم شيء والله. يا حبيبتي ويخليكوا لينا يا رب مدام نادي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. حضرتك اكتر. تاني انت وكل الكاست والله. يا رب يخليك يا فندم، تسلمي لنا. الحمد لله. قلت كلامي من التعب اللي عندي والله، مش عارفه اعمل ايه. الحمد لله. الف سلامة عليك يا روح قلب. الحمد لله يا حبيبتي. ربنا يتم شفاك يا رب. الحمد لله بخير. زي اولادك يا حبيبتي. الحمد لله حبيبة قلبي مدام نادي. منوره كالعاده والله. يا رب خليكوا ليا يا رب، الف سلامة. انا بس في صمت، واخده بالك؟ يا روحي الف بعد الشر، احنا عايزين نسمع صوتك اهو. انا الحمد لله ربيت عشان تصدقي ان انا تعبانه. يا قلبي بعد الشر، بعد الشر، بعد الشر عنك، بعد الشر عنك يا حبيبه قلبي. ربنا يزيح عنا الغمه والله عظيمه. امين يا رب العالمين. كده في امان يعني، نفسيا برضو الانسان تعبان بعيد عن ولاده وده وده، فربنا يزيح عنا جميعا يا رب. امين يا رب العالمين. تسلمي لنا يا روحي على كل حاجه بتعمليها والله. تسلمي يا حبيبه قلبي. حرمه اي حد من اي واي سؤال بيجي لك بتعمليه على طول والله. الحمد لله، ربنا يخليكوا ليا يا مدام نادي. احييكي واحيي كل المستمعين بتوعك وكل اللي بيتواصلوا معاك. حبيبتي شكرا ليكي مدام نادي. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. وحضرتك بالف صحه وسلامه يا حبيبتي. بس بقى ربنا يتم الشفاء ويخليك ويبارك في صحتكم واعماركم يا رب العالمين. ربنا يخليكوا لينا مدام ناديه، تسلمي لي وشكرا لذوق حضرتك. شكرا جزيلا. طبعا هاخد بس كده كمان ايه لوش تاني كده. بص بقى بصه كده حلوه على اللحمه والقلقاس. تمام، خلينا بقى نبدا في الوصفه الحلوه الثانيه، وصفه جميله قوي، كيك. ما احنا عايزين برضو اخواتنا النهارده ياكلوا ويتغدوا ويحلوا بحاجه حلوه مفيده. هنعمل كيك سريع، كيك بالتمر هنعمله ان شاء الله يعجب حضراتكم. قدموه بقى مع صوص كراميل، عايزين تاكلوا معاه شويه ايس كريم فانيلا، مفيش مشكله. انا هسيب ده 5 دقايق قبل ما اخلص الكيك، وبعدين ايه نغرفه. الريحه ان شاء الله تعجبكم يا رب. مش هقول حاجه، انتوا جربوا وقولوا لي، ابعتوا لنا التطبيقات الهايله. وتعالوا بقى نقول مقادير كيك التمر مع بعض. عندي لكيك التمر هحتاج شويه من التمر، بسيط مش كتير، انا هعملها لكم بمقادير بسيطه. عندنا حوالي مثلا بالتقريب 20 تمرايه على نص كوبايه ميه سخنه او كوبايه ميه سخنه مش مشكله للكيك. عندي كوبايتين دقيق، عندي نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، 4 بيضات، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج سودا، معلقه صغيره فانيليا، معلقه صغيره حبهان باودر، وجنزبيل باودر، وقهوه سريعه الذوبان معلقه، ربع معلقه صغيره، ورشه ملح. عايز يضيف رشه جوزه الطيب ماشي. عندنا للحشو تمر او تشوكليت شيبس. صوص الكراميل بقى احنا كلنا عارفينه،
عملناه بكذا نوع، هنعمله النهارده بالكريمه عشان تبقى حاجه كده غنيه، لكن قبل كده عملناه من غير كريمه خالص. ثلاث ارباع كوبايه كريمه على نص كوبايه سكر، معلقه كبيره زبده، وللتزيين عين جمل او فستق، ومكسرات زي ما انتوا عايزين، طبعا بيليق معاها عين الجمل، خلينا واقعيين. طيب تعالوا بقى نقول بسم الله. هاخد اول حاجه التمر، هحطه هنا على النار في حله، لازم اسيق. بصوا التمر جميل ازاي، وهاخد مع ميه سخنه من الكاتل. بسم الله بسم الله، يغلي غلوه. حصل. طيب هغلي، يغلي غلوه. اول ما الميه تغلي بالتمر بعمل ايه؟ انا بحط على نفسي ربع معلقه او نص معلقه الايه، بيكنج صودا. اولا بتساعد ان التمر ده يتخلخل كده ويبقى طري، ياخد قوام حلو جوه الكيك، هتحسوا بيه. انا بحب احطه صحيح ما بفرموش. واحنا بناكل بنقطع السلايدز بتاعه الكيك، تاكلوا كده معاها التمريه تجنن، اهم حاجه تاكدوا ان النوى طلع. طيب هنجيب بقى بوله. اولا هنجمع، بسيطه جدا، هنجمع المكونات الجافه بتاعتنا كلها كده مع بعض. هتولي بوله تانية يا ولادي حبايبي. بصوا بقى، هناخد كده المكونات الجافه في بوله. بسم الله، ادي الدقيق، ادي القهوه سريعه الذوبان، البيكنج باودر، ده البيكنج باودر، وادي خلي دي الفانيلا مع البيض. وهناخد كل الحاجات اللي هي قلنا هننكه بيها الكيك، جنزبيل، قرفه، رشه من الحبهان، بيكنج صودا رشه هنا، ورشه مع الايه البلح او مع التمر لما نيجي ايه يطرى، عشان وكمان خلوا بالكم البيكنج صودا ده ماده حافظه للكيك نفسه. طيب اللبن والزيت والسكر والبيض دول مع بعض في الخلاط. بصوا بقى، ادي الزيت وادي اللبن، ودايما ابداوا بالسوائل علشان الدنيا تبقى لطيفه والخلاط ما يجهدش، وادي السكر، نسبه السكر قليله، وهاخد بقى البيض معاهم. خليني بس اخد واحده هنا اكسر البيض، اطمن ان البيض سليم تمام، ولو ان احنا في الشتاء البيض بيبقى جميل. ما تستخدموش البيض البلدي في الكيكس يا جماعه، ساعات بيزفر وساعات بيبقى يعني ايه، اولا هتضطروا تحطوا منه حاجات كتير جدا، يعني هتضعفوا كميه البيض لان البيض حجمها صغير، لكن احنا هنا بنستخدم البيض الابيض او الاحمر. بسم الله، بصوا تعالوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا التمر غلي اهو، شايفين غليت، هاخد رشه بيكنج صودا اللي قلت لحضراتكم هنا، بصوا فارت ازاي اهو، واروح رافعه من على النار، هاخدها في جنب. خلاص اللي عايز يحطه كده سليم، انا بصراحه بفكر احطه كده سليم لانه ده بالنسبه لي بيبقى طعمه يجنن في الكيك قوي. هرفع الحله كده من على النار وهجيبه هنا، اختيار من الاثنين، يا هنسيبه كده ويتحط في الكيك ويتقلب في الاخر، يا اما هاخده اخلطه في الخلاط هنا واعمله خليط ايه، يعني كيك ناعم. خلاص انا عامله النسخه ناعمه، هعملها كده بقى تحسوا طعم الايه ده بس بعد ما نخلص. تعالوا بقى ناخد الحبه الحلوين دول ونروح على الخلاط نخلطهم مع بعض ونضيفهم على المكونات الجافه بتاعتنا، وبعدين نحط خليط التمر. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بسم الله، نغرف بقى القلقاس. واو، عايزاه يبقى فلافي وبيض اللون، يبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ناخد شويه بس كده القلقاس، طبعا يعني ايه ما شاء الله، طبعا ما تهروش القلقاس في السوى لانه هنيجي نسخن، فما هنيجي نسخن القلقاس
هنلاقي القلقاس اتهرى واحنا مش عاوزين كده. طيب خليني ارفع بس ده من على النار، بسم الله، نحطه هنا وننظف بقى الطبق الجميل بتاعنا ده. قلقاس متخدع بال معاه سلق، معاه كزبره خضراء، معاه شويه الايه الخضره بتاعه القلقاس. وضربنا دلوقتي اول مرحله في الكيك وهنكمل مع بعض. بسم الله نقدمه بقى هنا. بصوا بقى الطماطم لما بتبقى، انا حطيت معلقه صلصه، الطماطم لما بتبقى مخليه القش بتبقى زي ما حضراتكم شايفين كده بتصلصل وتدي درجه جميله من غير ما نقعد نزود في صلصه كتير ولا توجع قلبنا وتحرق قلبنا. طيب انا كده عملت المكونات الجافه، هعمل كالاتي عقبال ما ارتب خليط الكيك. بصوا كده، الله، تسلم ايديكم وعينيكم، شكرا ليكم جدا انكم يعني مبينين الشغل بصراحه، تسلموني. بصوا هحط رشه ملح واحده، دايما مع الحلو احط رشه الملح ذره لظبط الايه نسبه تعادل بين السكريات اللي موجوده تظبط معانا الطعم. قلبت المكونات الجافه كلها، التمر بيليق معاه رشه القلفه، الجنزبيل جدا، كيك مغذي. هضيف هنا بس المكونات دي، انا مش هعمل اي حاجه، هضيف دول بس وهنتظر على خليط البلح او التمر اللي احنا غليناه وحطينا عليه البيكنج صودا يهدى، وهنستأذن حضراتكم فاصل صغير، هنطلع فاصل ونرجع نحط الخليط مع بعض ونقلب الكيك ونقدمه ونعمل صوص الكراميل. مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. ما عملتش حاجه، انا ضفت الخليط اللي ضربناه في الخلاط الاول بتاع الكيك، وبعدين هبدا كده مع حضراتكم. هشيل بس الايه الفورك دي، هنشيل كده. تعالوا بقى ايه نقلب بقى كده بسباتيلا المكونات الجافه مع الخليط ده. احنا كل ده لسه ما ضفناش التمر، احنا هنضيفه. انا الصراحه النسخه اللي حضرتك هتشوفوها او الكيك اللي معموله اهي دي، انا حطيت فيها خليط التمر اللي غليناه مع نص كوبايه الميه، مع بعد ما غلي حطينا له البيكنج صودا، حطيته مع الخلاط مع ايه مع الزيت والسكر واللبن والبيض وضفتهم معاه، فبقى الخليط كله ايه ناعم خالص. دلوقتي بقى انا هحط بقى، جربوها بقى وهي الكيك كده ايه فيها التمر قطع. تعالوا بقى نحط كده التمر، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الخليط بقى بعد ما غلي التمر وحطينا عليه كل الحركات، وتعالوا نقلب. بسم الله لازم يهدى شوية، بسم الله، فتبرد شوية ونقلب بقى الخليط الحلو. الفرن عندي أول ما بدأت في الكيك ضروري يبقى الفرن عندي، وخلي بالكم نسبة السكر اللي حطيناها كانت نص كوباية، للتمر فيه نسبة سكر عالية، أنا مش عايزة، أنا عايزة يبقى فيه بالانس. وبعدين أنا لو حابة أحط صوص فوقيها أو من غير تتاكل كده مع شاي، ممكن تبقى شاي أخضر أو مع قهوة عربي، حاجة بالتمر. وممكن أستغنى عن السكر خالص، وممكن أستخدم سكر دايت وأكتفي، وممكن أشيل سكر الدايت، وأنا شايفة إن سكر الدايت بيحلي أكتر من السكر العادي. عايزة أقول لكم يعني في أنواع منه بتحلي زيادة قوي، تبقى بديل السكر الطبيعي، فاحنا ممكن نستغنى عنه ونكتفي بالتمر بس لو في مرضى سكر، وتكتفي بقطعه صغيره المسموح لها على مدار اليوم. بصوا بقى الخليط اهو، طبعا ده لما هتسخن وتغلي مع بعض. الفرن عندي سخن من قبل ما ابدا في خليط الكيك بربع ساعه او ثلث ساعه 180، هبدا احط في القالب بعد ما دهنت القالب زبده وعفرته بالدقيق. بسم الله هحط كده هنا، ننوع بقى كده ونقلب كده الايه خليط التمر يبقى متوزع صح، علشان ايه ما يبقاش متركز التمر في قطعه واحده بس من الكيك، يبقى في الكيك كله خلاص. وبعدين هدخلها الفرن 180، هتقعد على الشبكه في النص من 40 دقيقه الى 55 دقيقه او 50 على حسب درجه حراره الفرن. هفترض الفرن عند حضراتكم حامي، لو الفرن حامي يبقى هنبطن قاع القالب بورق زبده لازم، وهنعمل حاجه كمان، هنحط حاجه كاسرول فيها اي ميه سخنه تطلع بخار فتدي للكيك ما يبقاش جاف ويتحرق، عشان التمر كمان فيه نسبه سكر هتحترق بسرعه. انا عايزه اطلع مظبوط، بسم الله، عايزه بس ايه افتح كده بس هنا الطبق كده سنه، نفتح هنا كده وناخد خليط الكيك وندخله
بسم الله، مش هفتح عليه قبل ما يمر على الكيك ده على الاقل 35 دقيقه، وافتح بالراحه جدا وما ادخلش نسبه هواء ساقعه عشان ما يهبطش، واجرب بالتو سبيك او يعني خله او بتاعه شيش طاووق واشوف طلعت بالعجين هسيبه شويه في بالراحه برضو باب الفرن. انا عن نفسي مش قبل 40 دقيقه هبص عليها، هي 40 دقيقه لل 50 حلو قوي على الكيك ده. بصوا بقى الكيك اهو لما بيغلي بقى، ده البيوري اللي موجود فيه التمر بيوري. تعالوا نعمل صوص الكراميل في السريع كده واحنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. لصوص الكراميل هحرق هنا السكر شوية سكر، وده لو أنا محتاجة أعمله في البيت يعني مش عايزة أشتريه. جملناها بقى بالتمر. بصوا التمر بقى لما بيتعمل كمان هنا بالسمسم بيبقى يتجنن، ويا سلام بقى لو عندكم بلح وحشيتوا بيه لوز، أو اللوزة دي موجود معاها محمصة كده وحلوة ويتاكل مع القهوة بيبقى حلو قوي برضو. تعالوا بقى ناخد كده الكريمة والزبدة هنا. خدت السكر وأدي المكسرات هنبدأ نجمل في الآخر. بصوا بحرق بقى السكر هنا كده على النار، نص كوباية من السكر يا حياتي. أيوة كده الخير على قدوم الوردين كده كده يبدأ بس يسيح. نقدر نعمله بالعسل؟ اه نقدر، نقدر نحط معلقتين عسل أبيض مكان السكر ده ونسيبه يغلي غلوتين ثلاثة أربعة كده على النار حلو، وبعدين نبدأ نضيف عليه مكعب زبدة وشوية الكريمة ويبقى فاتح، ما يبقاش الدرجة بتاعته غامقة، بس استفدت بيه بالعسل الأبيض من غير السكر. واحنا عملناه قبل كده من غير كريمة، ينفع يتعمل الصوص ده من غير كريمة عادي جدا. عملنا كذا مرة صوصات كتير بالفواكه بدل الحاجات اللي بنشتريها جاهزة علشان تبقى بفواكه طبيعية وحضراتكم تستفيدوا منها مليون في المية. انا بس عايزاه يفك كده ويبقى تمام اهو، يدي اللون الذهبي الحلو. طيب كده ايوه. طيب احنا معانا تليفون. السلام عليكم. احلى شيفه في مصر. يا اهلا بيك يا فندم استاذ متولي، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ايه الجمال ده، والصراحه شغل عالي جدا 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 بجد والله. يا رب يبارك في حضرتك. واحلى شيفه في مصر، انا بعتبر ان الشيفه عظيمه. يا رب يخليك، لا يعني كرم كبير، واشكر حضرتك. اشكرك يا فندم، مع تحيه لكل الشيفات الكبار طبعا وحفظ الالقاب يعني. ربنا يخليك يا رب. انا عندي سؤال بس وانا ما دقتهاش في حياتي. اتفضل. نفسي اكل الحاجه اسمها المدلعه. اه المدلعه دي نبعت تحيه بقى لاهل طنطا، لان في حد مشهور قوي هناك بيعمل المدلعه دي جامده جدا. نفسي اعرف بتتعمل ازاي نعملها لكم. حاضر عينيا. هي بتبقى طبعا كنافه فيها يعني وبسبوسه وشويه حاجات كده لايرز يعني طبقات فوق بعض. انا اوعد حضرتك نعملها حاضر من عينينا وتشوفها عمليا، وبشكر حضرتك على الثقه الغاليه وعلى اتصال حضرتك بينا، وشكرا جزيلا يا فندم. حطيت الزبده وهحط الكريمه، وبصوا حاضر نقلب تقليبه. اللي عايز يحط رشه فانيلا يحط، ادي كده هيبدا يدوب السكر في الكراميل ويبدا يدينا الايه الطعم واللون الحلو ده. نبدا نخليها ايه تتكاثف كده حلوه، وهو ده اول ما تدوب وتبقى تمام يبقى صوص الكراميل. بحطه بقى معايا في علب، بقى بيبقى عندي العلب اللي هي اللي كنت جايبه فيها صوصات قبل كده ما برميهاش، وبرجع احط فيها الصوصات بتاعتي الجديده واحطها في الثلاجه، والصوص ده يقعد مع حضراتكم شويه حلوين. ولو لا قدر الله جمد في الثلاجه بوله فيها ميه سخنه وتبداوا ايه كده خلاص. ونحط بقى على الوش هنا شويه مكسرات اهو. بصوا لازم كده ارفعه وخلي بالي منه عشان ما يفرش، خلي بالكم اللسع بتاعه بيبقى وحش قوي كده لحد ما يدوب السكر ده ويبقى خليط تماما. بصوا يبدا يدوب خالص، بصوا اللون، شايفين درجه اللون، ولسه هيغمق تاني كمان بس لما يتكاثف ايه ويبقى تقيل، وهسيبه شويه. وتعالوا بقى دلوقتي ايه ناخد شويه المكسرات الحلوه دي جنب هنا، وتعالوا بقى نقول احنا النهارده يا رب الحلقه تكون عجبت حضراتكم نالت الاعجاب. والنهارده عملنا القلقاس لاخواتنا في عيد الغطاس، اخواتنا الاقباط، وربنا يا رب يجعلها اعياد سعيده، ونتمنى يا رب يعني تنول اعجابكم.
عملنا القلقاس بالصلصه بس حطينا فيه. لسه المصوره هبه بتقول لي الريحه زيه زي الاخضر، قلت لها الفرق بس احنا حطيناش الصلصه الاخضر. اتمنى تجربوه يعجبكم. عملنا رز بالشعريه، عملنا المخلل اللي طلب مننا الخاص بيه اليوسفي، وطبعا اتمنى يا رب ان كيك التمر تحلوا بيها وتبقى حاجه مفيده لحضراتكم وتستمتعوا بيها ان شاء الله. اعطوا لنا التطبيقات الحلوه اللي دايما بتسعدونا بيها. واخيرا وليس اخرا، اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وراحه بال، والسلام عليكم.